بخصوص الجرعة الرابعة، الحكومة لم تناقش مسألة الجرعة الرابعة ديال الكوفيد، لكن نتمنى أن المواطنين المغاربة يديروا الجرعة الثالثة اللي بالمناسبة الحكومة كلها دارتها، لأن هذا كنشوف فيك السي شاكر، أنا عارف هذا السؤال ديالك. جميع الوزراء تلقحوا بالجرعة الثالثة، وأنا أدعو من هذا والحكومة ما عندها حتى شي نية باش أنه تعقد في الإجراءات، في يعني تمشي للإغلاقات. بالعكس، الحكومة تريد لهذا يعني هذا الموسم السياحي أن يكون موسما ناجحا. علاش؟ لأن غادي نحقوا فيه مجموعة ديال الأهداف اللي محتاجها بلادنا ومحتاجها الاقتصاد ديال بلادنا. ما يمكنش واحد السنة اللي تعرفت بواحد الصعوبات على المستوى الفلاحي ما نستافدوش من الإمكانيات المتاحة على المستوى السياحي، وهذا علاش كتجي العملية ديال مرحبا.